عاجل، لن تصدق المبلغ الذي أخذته منى السابر من حلا الترك، وتتهم دنيا بطمة بسرقة مال حلا. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة بخبر سجن منى السابر بسبب أخذها مبلغا من المال من ابنتها حلا الترك، وقال البعض أن المبلغ نصف مليون دولار، وآخرين قالوا إنه 800,000 دولار. لكن الصدمة جاءت في الحقيقة التي كشفتها السابر عن حجم المبلغ، وهو أقل من 60,000 دولار. الرقم المفروض يكون هو 20,300 20,000 دينار بحريني و300 يعني بالضبط. تقريبا 200,000 ريال سعودي تقريبا بالسعودي. بالسعودي هو العشر دنانير بحريني ب 100 ريال سعودي. اي ف 20,000 تقريبا اللي هي 200,000 ريال سعودي. ايه، لانه كثير عم بيجي اشاعات وبيقولوا انه 200,000 دينار، يعني 200,000 دينار اي مو هذا مبلغ خيالي. يقولون يعني لو 200,000 دينار يبون من ام حلا اللي هي منى السابر، يعني المفروض ال 200,000 هي تكون شاريه لها بيت. ايه تكون بالضبط. قاعده مستقره مو قاعده باجار. بالضبط، يعني كان واحد مثل ما قلت يستثمر بهذا المبلغ، يعني مش أنا راح أصرفه 200,000 دينار على أشياء مصاريف شخصية. يعني هو المبلغ 20,000 دينار و300 مثل ما قلت لك، هو هذا هو المبلغ اللي مطلوب مني إنه أدفعه هلأ بالمحكمة. في واحد كاتب سؤال يقول وين صرفت منى السابر نصف مليون دولار؟ ترى ما يوصل المبلغ نصف مليون دولار. المبلغ تقريبا 10,000 اللي هي 30,000 دولار، يعني تقريبا هو تقريبا بالدولار 53,000 دولار. ثلاثة وخمسين بهذا المبلغ. لم تشتري السابر منزلا بالمال كما أشيع، لكنها صرفته على أولادها وعلى إيجار المنزل الذي تعيش فيه مع ولديها، خصوصا أن طليقها محمد الترك لا يدفع لها نفقتها. طبعا أنا يعني قاعد يسألوني يقولوا لي حمد، يعني 20,000 وين صرفتهم؟ قلت لهم رد واحد، قلت لهم منى عندها حكم من المحكمة، عندها حكم من المحكمة إن لها نفقة، ومن أول محكمة المحكمة بالنفقة ما اندفع لها ولا شيء من هذه النفقة. من ناحية أخرى، اتهمت منى السابر دنيا بطمة بسرقة مال حلا وشراء فيلا ضخمة. الأكاونت تبع حلا إنه قاعد هذا الشيء عم بيصير، لأنه أكيد طمعانين فيها، طمعانين إنه هي بتطلع فلوس، وإنه يعني البنت للحين قدي صار لها في المجال الفني، ما عملت لإلها شيء، ما عملت لإلها شيء. يعني سبب واحد اللي هو الفيلا اللي صارت واللي انعملت، لو مو حلا ما انعملت الفيلا، لأنه الفيلا مبلغ وقدره يعني كثير. الفيلا اللي قاعد فيها أبوها مع زوجته دنيا بطمة بالضبط.